ألو، السلام عليكم. بلاش ما نمشيش نهضر، انا نعاود المشكل ديالك ونبدا. ألو، السلام عليكم. مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. وحنا الان رفقة هذه السيدة مسنة تخلاو عليها ولادها بعد ما تعرضات للحادث ديال السير، شرست من رجليها بجوج، ما بقاتش كتمشى، والحلم ديالها هي ترجع لها صحيح حتى وتوقف على رجليها. بغاتكم كاملين تكونوا وليداتها وتعاونوها وتدعموها، خاصة كنشوفوا ان الام كتضرب تمارة، كتضحي، كتخدم في اي حاجة باش تكبر ولادها. خلاص لا مات ليها الراجل وهي باقي عندها اليتامى وباقا صغيرة، كتسمح وكتقول لك انا ما نتزوجش على ولادي، انا غادي نخدم ونوكلهم ونقريهم حتى يكبروا. وللاسف فاش كنشوفوا في الحاله ديال هاد الميمه اللي كبرات وقرات ووصلات، وللاسف دابا فاش هي كتشوف انها محتاجه لوليداتها يكونوا دايرين بها ويوقفوا معاها، للاسف ما كاينينش. كاين ولده واحد اللي اصلا الحاله الماديه ديالو جد صعبه، يعني فاش كنشوفوا ان واحد الولد اللي ما عندوش اصلا وكيجي على صراحه، ماشي انايا غادي دابا كنشكره حيت هو قدامي، ولكن كيجي دابا انا لقيته مسكين كيبدل مهمته، كيصبن وبزاف ديال الامور، ولادهم اللي الحاله الماديه ديالهم شويه ميسوره ما عاقلينش عليها صراحه. هذا الشيء كيألمنا حنايا، حنا راه عرب مسلمين، ما يمكنش اننا نسمحوا في مهماتنا وفي والدينا اللي ضربوا وتكرفسوا علينا وضربوا علينا التماره وكبرونا. يعني كنتمنى منكم الناس المحسنين، الحمد لله كاينين الناس المحسنين، كاينين اللي هاد المهمه ما غيبغيوش تكرفس وقادرين انهم يساعدوها ويعاونوها ماديا، خاصه ان ولادها اللي ولاد كرشها ولاحوها، بغيتكم نتوما اللي تعاونوها تخلصوا ليها الكرا، ولا تعطيوها ما تصرف في دارها، ما تاكل، ما تشرب الدواء، ما تداوى، محتاجه لكل شيء هاد الام، هاد محتاجه لاي حاجه. وكلكم اللي مات ليه والديه الله يرحمهم، واللي عنده والديه الله يخليهم ليه، الاهم هو انكم ديروا هاد المهمه مهمتكم وتعاونوها. السلام عليكم امتي. السلام رحمتي. عاودي لنا امتي، علاش لاحوك ولادك؟ السلام شنو عليكم وقع لك؟ ابنيتي كاملين. انا كنت انا خدامه كنبيع ونشري في كنينيكس، وكنت كابي راسي، يعني واصلة لهاد السن ومازال كتخدميش بيعي في اه كنبيع علاش في امي؟ المدينة، ما عندكش ولاد اللي ما عنديش من بيا، ما انا 18 عام هادي ما عنديش من بيا. انا واحد السيدة بنتي الله يهديها ويرد بيها، بنتك هادي بنتي بنت كرشك، بنت ماشي كرشي. مربيها ولا لا 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 لا، بنتك بنيتي بنت كرشي، دعيتها ما حشماتش، وهي انا كنت عندي الدار وعطيتها فلوسها وعطيتها داكشي اللي كان كساب، بقيت الله كاين. قالت لي انا غادي نشري لك برطمه وانت برطمه وتعيشي مخير، دات لي اللي ورايا واللي يعني قدامي، نصبات عليك نصبات دات لي اللي ورايا واللي قدامي. انا بقيت نهار قلت لها بنيتي راني جاني العون ونخرج من دار الكره، قالت لي انا ما ولدتكش ونسيتك دبري راسك. يعني فاش جاوبتك بحال هكا باش حسيتي يا مامتي؟ حسيت بالقبر ندخل لي، يعني ألمك هادشي؟ هيا هاديك هزيت راسي كندور هوك كندور هوك، ما عرفت فين نمشي، مشيت جيت جامع مولاي دريس، جاتني واحد السيده ماتت الله يرحمها، قالت لي مامتي الا خطاك هنا تصوري الضرب ديال الخبز، وليت كندي كلينيكس كنبيعو تما، لقيت الناس باب الله كلشي، كنت دابا عندي رجلين نمشي غيدورو معايا ويعطوني. الله يعمر لي. انت مامتي كبرتي في السن، كبرتي باش كبرت في السن، كبرت في السن وانا دابا شط، كبرت في السن. الكسيده اللي وقعت لك كنتي كتبيعي كلينيكس، كنتي خارجه باش لا ساليت راجعه للدار. ساليت باغا نقطع الشانط، مهوده من الجامع باغا نقطع الشانط، كان واحد شويه ديال الشتا، انا تلفت هك هك ما بالي حتى شي حاجه، قطعت ديك القطعه اللي قطعت لقيت راسي راني مليوحه حدا واحد شجره، ويني هو كان غادي كان داز لي على رجلين وكان غادي يرجع عليا هاك. يعني الحمد لله حفظك الله داك الليله مامتي. الله سبحانه وجل تقلبت، ديك القلبه اللي تقلبت داز هو جهه الشجره، يعني حفظك ما بيني ما بيني وبينه والو، واحد شويه غير مامتي رجلك بجوج بهم تهز. ها انت بنيتي كتشوف بها، هما ما كان وقفش عليهم، ما كان دخلش الكابينه، ما كان تحرك. ولا مهم، انت الحلم ديالك هو ترجع لك صحتك وتوعي بالرجيلات. بغيت رجيلاتي يرجعوا لي، بغيت يشرو لي وليداتي الدواء. غير هادو بعدا باش نقدر نوري رجليها شحال منفوخين. شوفوا معنا مشاهدينا الرجلين ديال هاد الام شحال منفوخين. البلاصه ديال المفتيح بغيت
هالبلاصه الاخرى انت دابا مهمتي ما كتلقاي باش تصرفي على راسك ما كتلقاي ما كنلقاش دابا كيتسالي عام دابا كيتسالي عام ديال الكره شحال كتخلصي في الكره كنخلص 14000 ريال ها ولا ما خلصتيش الكره يعني غتخرجي تلاحي دابا البارحه حتى صيفطت ليا قالت لي مهمتي الا ما عندكش خرجي يا ما عندك شي يخليك يخليك امامك كسرتها فيك ديال الدم يخليك يخليك داكشي حتى الاخر ونشوفو قالت لي امي انت صيفطت لي واحد السمسار قالت لي قول ليها الا انت بغيتي دبرتي على الكره الله يسهل عليك انا سامحه لك مولات الدار الله يعمر ليها الدار بنت الناس وما ما كاينش بحالها قالت لي امي انت انا شفت ضرك وشفت حالتك وما عندكش الا امي انت بغيتي تخرجي الله يسامحك بغيتي امي انت تبقاي حتى رمضان مسخه وليد خويا ليا ما حالي دابا ممكن انت بغيتي غير اللي يعاونك ويديرك بحال ميمتو انا بغيت بغيت اللي يعاونني على الدواء ودابا عندي 6000 ريال ديال البرا باش نشريها هاد البرا ديالها ديال الدمويه ديال باش العروق وهاد البرا ضروري 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 ما عنديش دايره 300 درهم هاد البرا 6000 ريال وما عنديش وعكن كندير مع الزمان الماكله والو وكلشي بنتي دارت فيا الخير الله يخلف عليها خديجه بنتي دارت فيا الخير الله يخلف عليها ودات داتني عندها برك 8 ايام ملي برك قلت لكم 8 ايام قالت لي نوضي سيري بحالاتك امي يعني قالت لك بحالاتك 8 ايام نوضي سيري بحالاتك عندك ولدك كنتي تابعه ولدك نوضي عند ولدك قلت لها بنيتي ولدي يعني اللي فهمت ان دابا ولادك شي كيلو حق كلشي وتا شي واحد ما باغي يشوفك لاحتني جبدات انا واحد المره عطاتني 2000 ريال وهي جبدات 2000 ريال قالت غوتت على مولا لابيلانس حيت انا ما كنتهش لا هزتني لابيلانس كنت ما هزتنيش كنلقى هزتني جيت بحالاتي لداري يعني هي عيطت لك لومبيلونس قالت لك سير لداري غوتت على لابيلانس قالت لي انا عاونتك ب 2000 ريال يلا نوضي سيري بحالك يا بنيتي خليني واحد سيمانه ولا جوج عسى ما عسى ربي يشوف فيا ولا قالت لي لا نوضي سيري لدارك واش المريض كان دار ليه الدرده ديال الخبز كارم وجاي من السويطار وانا ما تناكلهاش اولا بطاطا وخيزو محروق وكتجيبو الماء وفعلا ما حفيت شفت بنيتي خليني ضيف الله كنعرفوا ان الام كتسامح يعني مهمتي كتقولي الله يهديهم ولكن هادشي راه تيألم هادشي راه تيضر في الخاطر ما ولدي الله يربحو والله يغنيه والله يرضي عليه ملي لحقت السبيطار ديال موريسكو جا وقف معايا وعاوني الله يرزقو وين الدنيا والاخره وين ما عرفتهم حرشوا عليا ولدي واحد اخر حرشوا عليا ولا كلشي هو ما بقاش كيهضر امك خاصها خبزه ما لقاش فين تشريها وليدي تعاون مع امك وشوف بيا وحن فيا ما تديهاش وليدي بكلام خطيب راني وليدي محتاجه أنا وليدي كنبات بلاش وليدي كنفوت يومين بلاش تكعطوني الناس ما ولدي يا هذا راه ما عندوش كيجي يعومني وكيجي يغسل ليا واحد النهار جا نهار واحد قلت صافي انت سير بحالاتك ما بغيتيش تبقى تجي عندي قال لي لا امي راه عيرانا مريض اليوم انا امي غادي كيجي عندي كل نهار وبعيد جوج مراكب جوج طوبيسات وما بحالوش وما عندوش بعض خطات كيجي يسال بالطوبيس وكيجي يعومني ويصبر لي انتم شفتوا قدامكم كل شيء وصور عليهم كل شيء كيعومني كيغسل ليا كيخرقني كيخرج يسقلب على لي كوش كلشي كيديروا لي الله يرضى عليكم كاملين راه حرام هادشي رانا بكم عطروني بكم وليلى عيب عليك بنيتي عيب عليك بنيتي عطيني ديالي ولا بنيتي راه غادي صبرت انايا وندي لاكار ديالك الكوميسارية يغوتو عليك وتعطيني ديالي بلا يطري عليك علاش بنيتي كنت ما حالي وسقط بلاش انا شبلي دي جمعتوني كاملين انا كلكم وقفت معاكم انا ما لقيتش من يوقف معايا انا كنت ناشر الليل عباد الله بالصداع ديال الحديد وما لقيتش بريده ناكلها وما لقيتش برا ندقها علاش وليداتي علاش واخا نكون خايبه وما نسواش وما مزياناش ما ديروش ليا
حنوا فيا انه انا امكم. انا خدمت المواقز وخدمت مخل الخياطه، فتيكون ما خليت ما درت. والاخر هي لحتوني، لحتوني 18 عام وانا كنت مرمد، كنت مرمد في مولاي دريد وانا كنت مرمد. دابا ما جاتش تقولي للناس المحسنين اللي قادرين كنقول انهم يساعدوك ويعاونوك. كنقول الناس المحسنين اللي عندهم ميتو الله يخليها ليه، واللي ميته ليه الله يرحمها، واللي مريضه الله يشافيها، واللي اللي عطفوا عليا وعاونوني. انا هذيك النهار درت لكم بحال هكا وما جاوبتونيش، ما حتى شي واحد بسيط ليا حتى باش نشري الدواء. انا محتاجه منكم، راني محتاجه، وجو شوفوني وجو شوفوا المحل فين ساكنه. راه لا ثلاجة لا يديك لا يخليك، لا الله سبحانه وجل هو اللي عندي خبزة لا لقيتها. كنقول لها لا ما لقيتهاش، كالناس كنبات كنديب طقا وكنجيب. أنا بغيت من الله ومنكم تشوفوا فيا وليدات، حنوا فيا وليدي باللي جاب الله. راني مغلوبة وما عنديش من فيا نهائيا، راه كلهم سمحوا فيا كلهم لاحوني. واللي في قلبه الرحمة يحن من جهة المهمة. وأنا تنطلب لكم الله، الله يعمر ربي يعطيكم صحيحتكم ولا ليش شيتكم كيما شطينا. انا وليت كنقول نمشي للخيريه وكيقولوا لي الناس لا غتمرمدي. انا هنت براسي نمشي، اللهم الخيريه. وانا قال لك كنتي دابا ما كتموضيش، ما كنتيش ديري لي كوش غادي تمرمدي. واليوم وليدي انا تنطلب منكم الله والوالدين الله يرزقكم عوين الدنيا والاخيره. راه مهمتكم تغالب الله. يعني مشاهدي تيفي صراحه كيعجز اللسان عن التعبير في هذه الحالات، اللي فاش كنشوفوا ان الامهات اللي كيضربوا تماره وتيكبروا وتيوصلوا لهذا السن، هذه راه بركه. يعني راه ربي رزقكم واحد الخير وانتم فرطتوا فيه بهذه الطريقه، راه حشومه. يعني هذه السيده كيف ما شاهدتوا معنا محتاجه دابا البره كتسوى 300 درهم، ما عندهاش باش غادي تشريها، ما عندهاش باش غادي تاخذ الدواء ديالها، ما عندهاش باش غادي تمشي للسبيطار، ما عندهاش باش تخلص الكرا اللي مجموع عليها عام ديال الكرا. مولات الدار سمحت لها في عام، قالت لها يا اما تخلصيني ولا غادي تخرجي. يعني هاد السيده فاش غتخرج فين غتمشي؟ يعني كنتمنى والله يجازيكم بخير انكم توقفوا معاها وتعاونوها، ديروها المهمه ديالكم وتساعدوها. يعني قالت لي ان ولادي سمحوا فيا، بغات الناس المحسنين اللي تنتوما وليداتها. يعني راها عندها اوردونونس ديال الدواء، ها هي عندها حاليا، ما غاديش نقدروا اننا نبينوها بحكم ان فيها معطيات شخصيه لا ديال السبيطار لا ديال الطبيب، ما يمكنش انها تبان. ولكن سعيدة كتقول صيفطي لي نمرة اختي. سعيدة النمرة راه هي حاطينا لكم 0691 07 37 31. قلنا النمرة الأخرى المهم شتي شنا هي؟ يونس فين وتيلي؟ نديرو جوج نمرات؟ 06 00 86 68 68 68 78 78 78 78 78 78. ياك هي هادي الاولى 0691 07 37. راه كاين الرقم النمره هي 06 00 68 68 78. حتى ام محمد كتسول على الرقم، ها هو اختي الرقم انا خليته لكم، ها هو ايبانغلي هنايا في لي كومونتير. راه ما فيش واتساب، كاين نمره اخرى خلينا لكم حتى هي 06 91 07 37 71، اللي فيها الواتساب راه هي هذيك اللي في العنوان، واللي في لي كومونتير هي ديال مرقيه. كنتمنى والله يجازيكم بخير انكم تعاونوها. الناس اللي كتسول على الرقم وكيبغيونا انا نكتبوه راه كتبناه لكم، 06 00 86 68 78. هذا هو الرقم ديالها ديال مرقيه. الله يجازيكم بخير، تواصلوا معها وساعدوها. الناس اللي ميتين ليهم والديهم الله يرحمهم، يا ربي بغض النظر يوسع عليهم في هذه العواشر، الله يرحم والديكم والله يرحم ويماتكم. الناس اللي باقي ليهم والديهم، انا محتاجه وليداتي، راني محتاجه. والناس اللي باقي ليهم والديهم حافظوا على والديكم، حافظوا على ويماتكم. راه فاش كيوصلوا لهذا السن خمسه درهم ما عنديش، يعني كيف ما سمعتوا مرقيه راه خبزه بدرهم ما عندهاش. الله يجازيكم بخير، وقفوا معاه، جيو عندها، جيو لفين ساكنه هي، كاينه في المسيره، جيو في مولاي رشيد في منطقه مدينه الدار البيضاء، جيو عندها شوفوا الوضع اللي كتعيش فيه. لدرجه دابا ولدها اللي ما عندوش راه هو مسكين، يعني راجل وكيبدل لمو وتيصبل ليها وشحال من حاجه.
يعني لدرجة قالت الأم ديالو أنها كيجي سالت في الطوبيس باش يوصل عند ميمتو وينقي لها الدار ويشطب ويغسل ويدير ويرجع حتى هو عند وليداتو. الله يجازيكم بخير مشاهدي قناة شوف تيفي، بارطاجيو هذا اللايف باش يوصل للمحسنين، يوصل القلوب الرحيمة اللي داخل وخارج أرض الوطن واللي غتعاون مع هذه الميمة وديرها ميمتها، يعني هذه الميمة اللي سمحوا فيها وليداتها أقرب الناس ليها اللي كبراتهم وعانات على قبلهم وشحال من حاجة وسمحوا فيها. وكاينة كتقول أن بنتها اللي نصبات عليها ودات لها رزقها وخلاتها في هذا الوضع هذا، وكاينه بنت اللي شدتها 8 ايام وقالت لها سيري لدارك. يعني صراحه هادشي والله الا كيالم راه صراحه. قالت خليني عيل عندك جوج سيمانات بنتي ولا ثلاثه انا ولا شويه لاباس. قالت لي لا 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 نوضي سيري حالتك لدارك. والله الا صراحه هادشي تيالم، هادشي ضر في الخاطر فاش كنشوفوا اللون. ضمني ما كانتش انت بالي الحرب بحالك، هو مسكين مشات تسلم تكلم جاب لي راه بعد الكفته. يعني انتوما كيف ما كانت هذو الخضره ما عندهاش والدواء ما عندهاش. المسكين اللي خارج من السبيطار ما كياكل حتى شي حاجه، كياكل خبيزه فريميجه ولا خبيزه فبيضه الا لقاها ما لقاش يدبلات. يعني الله يجازيكم بخير مشاهدي قناه شوف تيفي، كنتمنى منكم تبارطاجيو هذا اللايف ويوصل للمحسنين. ما كيكونش عليهم يجي يشموا بعينيهم. اللي بغى راه غيتاكد يجي على ود لوردونونس اللي خاصه الدواء راه كاينه، واللي بغى يجي بيديه ويتاكد، واللي غيدير شي خير راه غيديروا لوجه الله. ودابا حنايا فواحد واد العواشر هادي راه الجزاء ديالكم اللي غادي ديروه مع هاد السيده راه كبير عند الله سبحانه وتعالى. الرقم خلينا لكم 06-086-68-78 هذا هو الرقم، وكاين رقم اخر اللي بغى تفاصيل اكثر واللي بغى يشوف الوضع ديال هاد الام ولا الصور ديال العمليه ولا لوردونونس ولا الدواء اللي خاصها، راه كاين رقم ديال الواتساب هو 07-91-07-37-31. هذا هو الرقم، كنتمنى منكم انكم تساعدوها وتصلوا بها وتفرحوها، خاصه ان هذه الميمه هذه قلبها وخاطرها دارها بزاف. يعني راه يعني لدرجه غير كتهضر معها كتبدا تبكي حيت دارها خاطرها، يعني ما يمكنش انهم يسمحوا فيها ولادها. هذه راه شي حاجه اللي قاصحه وقاصحه بزاف، وخاصه فاش كتوصل لهذا السن راه تيوليو هاد الناس الكبار بحال وليدات الصغار، كيوليو حتى هما مساكن باغيين ياكلوا وباغيين يخرجوا، باغيين وليداتهم دايرين بهم. يعني نقولوا ما عندكمش ماشي مشكل، ولكن الانسان عنده ويسمح في والديه راه حرام وحشومه، راه السخط والعقوق الوالدين هذا الشيء راه من الكبائر، راه ماشي شي حاجه اللي سهله. يعني كنتمنى الله يجازيكم بخير انكم تصلوا بها وتساعدوها. وهنا مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم، تلقاكم في بث مباشر اخر، بسلام عليكم. اختي هاد النمره ما فيهاش الواتساب، النمره اللي فيها الواتساب هي 07-91-07-37-31. الرقم اللي فيه واتساب هو 06-91-07-37-31. الرقم ديال غير تليفون عادي هو 06-00-86-68-78. انا عاود ذكرتكم بالارقام ديال المرقيه والرقم اللي فيه الواتساب. شكرا لكم مشاهدينا على التفاعل ديالكم. بالنسبه لعزيز فين كتسكن؟ كتسكن في المسيره ياك المهم المسيره، مسيرة مولاي رشيد هنايا، مسيره ثلاثة مولاي رشيد. يعني شكرا لكم مشاهدي قناة شوف تيفي على التفاعل ديالكم. اختي سعيدة بغيتي نكتب لك الرقم اللي فيه الواتساب 06 شحال؟ 91 97 37 37 37 31. نعاود نذكر 06-91-07 ياك 73-31 شحال؟ 37 في الاخر؟ لا 31 06-91 07-37-31. شويه انت عاود معايا الرقم اخويا 07 عاود معايا الرقم خلي بلاتي 06-91-97-37-37-37-31-31-07 07 شنو الناس اللي ما كيقيدوا الرقم 06-91-97-37-31 هذا هو الرقم مشاهدينا. كنتمنى منكم انكم تساعدوا هاد الام هادي وتعاونوها بشويه عليك، المهم بشويه عليك، يعني رجليها كلهم
كي ضروها صراحه. هذا الشيء كامل تيألمنا كاملين. فاش كان ما كتوقف ما كتمشى ما تجي حاجه. والرقم اللي قلنا في الواتساب هو 06 91 07 37 31. هذا هو الرقم ديالها. وهنا مشاهدينا ما بقى لي الا نودعكم، نتلاقاكم في بث مباشر اخر. السلام عليكم ونهاركم مبروك.